محدش قال إنها سهلة، ولا حد هيسيبها لك كده. اللي طول عمره حطك في دماغه وحالف إن عمرك ما هتبقى حاجة، اللي بيتعبوا علشان تفشل أكتر ما بيتعبوا علشان هم ينجحوا، اللي بوشين قمت وقعت كل مصلحة بالنسبة لهم، اللي ما شافوش قوتك وكتفوك وفهموك ان ده اخرك، وهم ما يعرفوش ان ده اولك، اللي هيموتوا ويركبوا على نجاحك وتركن انت بقى، اللي عايزين يشتروا مجهود سنين ويبيعوك في ثانيه، اللي واخدينك كوبري، اللي كارهينك لمجرد انك من الناحيه التانيه، هنقول لهم ايه؟ مش هنقول، هنلعب رجاله. ما تخليش حاجة توقفك. محدش قال الناس